لماذا رفض السنة بعد عام 2003 النظام السياسي والدستور وأن يدخلوا تحت جناح العمل السياسي؟ إلى اللحظة اللي أطلق بها وزير الدفاع سلطان هاشم جملة أن الأمريكان يمكن أن يوصلون بغداد بعد أسبوعين، كانت أول صدمة لا أقول للشعب العراقي ولكن أقول لسنة العراق أنه ممكن بعد أسبوعين تسقط بغداد ويسقط النظام. كان جرس التنبيه الأول يوم 9/4 قعد العراق والشعب العراقي على تمثال صدام حسين يزاح في وسط بغداد. هاي الصدمات القريبة جدا لم يستوعبها سنة العراق لسبب أساسي. أهم مفكريهم ورجالاتهم أعضاء في حزب البعث اللي تم اجتثاثه، طيب، والقيادات العسكرية اللي راحت باتجاه مقاومة واللي راحت باتجاه أبعدت لأنه الجيش انحل والحزب انحل والدولة أبيدت، وكأن سنة العراق أصبحوا بلا رأس. والضغط اللي صار عليهم باعتبارهم يحكمون هذا البلد منذ 1400 سنة فجأة شافوا أمامهم خيار واحد، أما مقاومة المحتل أو القبول بالاشتراك بالسلطة، اختاروا المقاومة بطريقة عاطفية وليست علمية، واختاروا المقاطعة والمقاومة ليدفعوا الثمن ويصحوا بعد قرابة 15 إلى 20 سنة على خطأ ارتكبوه في عام 2003 يوم 9/4. فالقرار لم يكن قرارا. فكرة حمل السلاح كانت لاستعادة السلطة؟ نعم، أولا هم يعني رفضوا بشدة التعامل الواقعي مع سلطة تفرض عليهم من قبل الاحتلال. اثنين، هم ورثوا فكر قومي يقول يجب مقاومة المحتل، وهذا بالمبادئ الإنسانية مقبول، ولكن بالعمل السياسي يعني عندما نسترجع مثلا ثورة 1920 كانت مشابهة، 1920 مشابهة ل 2003 عندما رفض الشيعة آنذاك أو المراجع الشيعية الدخول مع البريطانيين أو الدخول بالسلطة دفعوا الثمن قرابة 80 سنة صح أو 80 سنة. نفس الشيء حصل عند السنة 2003، كان هناك دعوات. أنا شخصيا قال لي الرئيس الراحل جلال طلباني عندما زرت في مكان في السليمانية، قال أنت منين؟ قلت له أنا مشهدان من الطارمية. قال لي قل لعمامك في وقت مبكر، أتحدث لك أنا بداية 2004 طيب نهاية 2003 بداية 2004، قال لي قل لعمامك خلي يرجعون للدوائرهم وللجيش والمؤسساتهم لأنه حمل السلاح لن يجدي نفعا ولا يفيدهم بشيء. ونقلت هاي الرسالة إلى أقاربي ولا الناس اللي أعرفهم، وتعرف إحنا يعني كمكون وكعشائر صح. أبنائنا وأبائنا وأعمامنا يعملون بالحزب وبالمؤسسات الأمنية ومؤسسات سياسية وموظفين لأنهم كانوا أصل السلطة طوال هذه الفترات كلها. صحيح. وكان وضع السني العراقي قبل 2003 يشبه إلى حد كبير وضع الشيعي العراقي الآن، بمعنى أن هناك نرتكب نفس الفعل قبل 2003. السني قد يكون مسترخي إلى حد بعيد لأنه يمكن أن تكون هناك واسطة تدخل عشائري، هذا واقع نفس اللي يشعر به الشيع اليوم ونفس اللي كان يشعر به الشيع بن التهميش قبل 2003 قد يشعر به السني اليوم في بعض المفاصل. يعني ما ينقبل هواية عندهم بالكلية العسكرية، ما ينقبلون هواية بالمخابرات، ما يروحون، شعور التهميش موجود حتى نتحدث بواقعي.